السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضلي. شو اسمه، انا بدي رقيه تعمل لي، عندي تعطيل في كل شيء. تعطيل في الشغل ولا ايش؟ موفقه بحاجه. كم عمرك؟ 40. تمام. تعطيلات في الشغل ومش موفقه في حياتك؟ ايوه بالشغل من مره، يعني اكثر من مره اقدم على الشغل ما تزبط من مره. طيب، احنا اولا موضوع التعطيلات ديت بيكون سببه قطيعة الرحم، هل في صلة رحم مقطوعة؟ لا والله انا اصلا ارملة يعني، وعايش لحالي بالاردن وهيك يعني. تمام. ما في ما فيش صلة رحم مقطوعة، حلو الحمد لله. لا والله. طيب، وهل في مشاكل يعني في الحياة، تعب في التعب عموما؟ كثير والله، من 2020 وكثير يعني مشاكل وحياة. طيب تعب. طيب ايه نوع التعب اللي موجود؟ ما بعرف، دائما بحس حالي مهمومة دائما، وعندي مشاكل يعني مادية. تمام. هي المسألة فيها جانبين. تمام. الجانب الأول هو في حق نفسك أولا، أنك أنت لازم تستغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبالنسبة لرؤية الاستغفار تفتح الأرزاق وتفتح الأبواب المغلقة، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يقيك من شر المحن. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهنا في سؤال، اللي أنت فيه ده عذاب ولا مش عذاب؟ كثير والله، دائما مشغول فعلا. عذاب. أي عذاب. إذن العذاب ده يرفع به بكثرة الاستغفار. والله دائما. ولو انت من استغفار وصلاة ما هو في حاجة. نعم. في مثلا ايه، بقول ايه استغفر الله وانا دماغي مش موجودة مع الاستغفار، انا دماغي موجودة في حاجة ثانية. والله بكون في قيام الليل يعني استغفار وهيك يعني مركزة بكون. طيب حلو قوي. اذا يا اختي الكريمة، اول حاجة انا هطلب منك طلبين. نعم. الطلب الاول انك انت تحاول على مدار اليوم انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره الصلاه الابراهيميه، ثم بعد ذلك تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مره. تمام. ثم بعد ذلك تقولي كذا: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا رحمن يا رحمن يا رحمن، اللهم إني أسألك من فضلك فلا يملكه إلا أنت، اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك فأسألك من فضلك فلا يملكه إلا أنت. وحاول أنك أنت تمسك أسماء الله الحسنى وتقرأ جميع الأسماء، وأي اسم يأثر فيك اجعليه هو وردك، تظل تكرريه. كان يقول لك أن في واحد في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد واحد من الخلفاء الراشدين تقريبا، فظل يردد اسم من أسماء الله الحسنى ويقول: يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن، وهو موجود في السجن. فسبحان الله ظل يكرر في الاسم ده، وسبحان الله يعني كأن يعني انسلخ من الدنيا نهائيا، فانتقل من عالم الشهادة لعالم الغيب، ففتح لي جدار السجن، فبقوا يشوفوه ماشي كده في الشوارع وفي البساتين وفي الأراضي وفي الأماكن، فيطلع كده يتمشى ويظل يتمشى ويرجع تاني لنفس الزنزانة. يعني كأن الله عز وجل جعل له فسحة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلازم ان احنا نحقق التقوى، والمخرج ده يعني كل كرب وكل محنة أنت بتمر بيها يفرج الله عز وجل هذه المحنة ويفرج الله عز وجل هذا الكرب. والكلام ده لكل شخص بيسمعني، إن هو لو طبقه تغيرت الحياة معاه للأفضل والأحسن، وصارت الأمور كلها أجود مما هي عليه وأفضل مما هي عليه. أما بالنسبة لموضوع الشياطين، فإحنا هنبدأ إن شاء الله إذا كان في حاجة هنسحبها كلها بإذن الله جل وعلا، وبإذن الرحمن تخرج كلها. اعملي الكف في إيدك كده لو سمحتي، اليمنى ولا اليسار؟ اليمنى أو اليسرى كما تشاء. طيب لا, 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 لا تتحكمي في أصابعك، خليها يعني على راحتها. طيب أعوذ بالله من الشيطان، ما تتكيش عليها، لا تشد الأعصاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه من سليمان، وأنا بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا عليه وأتوني مسلمين. أي عارض بيعطل الأرزاق وبيشتت الحياة ويشتت الأمر، وأي تسلط من الشياطين جميعهم ينتقلون للصبع اليسار، فيفتح الصبع اليسار على آخره. ينفتح الصبع اليسار الآن. الآن تشوف صبعك اليسار بيتحرك، صحيح؟ صح. حاول تجيب الكاميرا، يعني إيدك قصاد الكاميرا. ينفتح الصبع اليسار أكثر. ينفتح الصبع اليسار أكثر. برضو كل الإخوة اللي بيسمعونا، كل شخص بيسمعني الآن يكتب لنا بسم الله ويعمل إيده كده، واللي اتفتح صبعه يقول: أيوة أنا اتفتح صبعي. خلاص؟
بص على صبعك الآن، صبعك مفتوح صحيح؟ طيب بسم الله بسم الله، اعملي ايدك كده، هتبص تلاقي، نزلي ايدك تحت، هتبص تلاقي ان فيها نبض، فيها نبض شديد تحت صح صبعك صحيح؟ مظبوط. اه طيب نزلي ايدك وحطها على رجلك، عايزك انك انت تغمضي عينك لمدة 10 دقائق. طيب ما شاء الله كل ما اسألك سؤال تقولي لي تجاوب عليه وانت ما مغمضة، شاء الله. وكل شخص بيسمعني يعمل نفس الطريقة كده، تمام؟ طيب أعوذ بالله السميع، غمض عينك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يسحب العرض اللي موجود في هذا الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد للقدم اليسار، يسحب كل من يسخن في المعدة للقدم اليسار. تحس ان رجلك الشمال الان متخدرة صحيح يا استاذة؟ رجلك الشمال متخدرة صح؟ اه صح. طيب غمض عينك، انا ما قلت لك فتحي عينك. طيب في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دهيت هتبص تلاقي في نفضة حصلت في جسمك شديدة صحيح؟ صحيح. طيب الآن كل شخص بيسمعني هيحصل معاه نفس الأشياء، فغمض عينك وتابع الرقية ديت وكررها مرة تانية. طيب بص يا ستي، في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت قولي بسم الله، بسم الله، قولي بسم الله كمان بسم مرة، الله، كمان مرة، بسم الله، كمان مرة. بسم الله. تنتفخ المعدة الآن، تنتفخ المعدة الآن. في انتفاخ في معدتك حصل؟ حس رجلي، لا رجلي حس صار فيها صوت، صار فيها صوت زي الصوت فرق اشي، طقت رجلك؟ اه اليمين بس مش اليسار. طيب غمضي عينك
ثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي، أين شركائي، أين شركائي، قالوا آذنا كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. يا مجيب الدعوة المضطرين، يا غياث المغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مجير، 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 يا رب السماوات السبع والأراضين ومن فيهن، أنزل رحمتك وشفاك على هذا الجسد. اللهم فرج ما فيه من بلاء واكشف ما به من كربات يا ارحم الراحمين. اللهم فرج ما به من بلاء واكشف ما به من كربات يا ارحم الراحمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اعيذكم برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله، بسم الله، بسم الله. امنا بالله وحده وكفرنا بالجبت والطاغوت. تحس ان كل دراعاتك ورجليك مثلجين، صحيح؟ صحيح. وحصلت قشعريرة في راسك، صحيح؟ راسي صار يرجع مظبوط. وتحسي كده كأن في مية تصبت عليك، صح؟ صح، برد جسم كثير. مظبوط، تمام تمام، حلو قوي. قولي بسم الله ومي حركي جسمك، هتلاقي جسمك فيه حاجات كده، ايه، اماكن كده يعني شد اعصابك فيه، هتلاقي فيها اماكن بتطق معاكي فيه، تمام؟ حركيه، وكل شخص بيسمعني يعمل نفس الشيء، يحرك جسمه، بس مش مشكله تظهري قدام الكاميرا، حط الكاميرا واتحرك. بسم الله.
صحيح نفس الشيء يا شباب. طيب نعم أزيل كل شيء في الجسد صحيح؟ يا الله إيدي الشمال زي الثلج. تمام حلو أوي. هذا خروج. حركي جسمك الآن هتبص تلاقي جسمك خفيف جدا، ما فيش أي تعب نهائيا. كل شخص بيسمعني حرك جسمه برضه مش هتلاقي أي. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير عن جد. الله يبارك لك يا رب إن شاء الله. اللهم آمين. الله يسعدك يا رب. آمين.